أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 1054 حالة من المصابين بكوفيد 19، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتمثلت للشفاء في البلاد إلى 18277 حالة. وقالت الوزارة إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات، مبينة أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.